أنا اسمي محمد مظهر شربجي، مهندس معماري من مدينة دارية بريف دمشق، مواليد 61. اشتغلت في مجالات عديدة بمهنتي وبغير مهنتي. إجباري كل واحد فينا بيطمح بحياته إنه يكون مهنة معينة. طبعا ما كنت مختار الهندسة المعمارية، بس المعدل أحيانا بيفرض عليك بسوريا، لأنه مو مثل الدول الثانية بتختار أنت مهنتك من قبل المعدل، وفي حب للهندسة، فكان علاماتي بخلوني أدخل هندسة عمارة. واشتغلت إجباري، كان على أيام النظام أنه بس القديمة التغى قانون 49 خدمة الدولة الإلزامية 5 سنوات، فهدول كل مهندس بيتخرج في له إيجابيات وله سلبيات. هذا الموضوع الإيجابيات تبع التوظيف الـ5 سنوات هي بتثقل مواهب المهندس وبتخليه يصير مهندس. يقول أنه كلمة المهندس 5 أحرف، فنعتبر حالنا كل سنة من سنوات الخبرة تعبر عن سنة كذا، ما بيقدر يصير مهندس لينتهي بحرف السين. فـ5 سنوات هي تأهيل كوادر المهندسين ليقدروا يفوتوا يصيروا اسمه مهندسين. بس السيء فيه انه كان ممنوع انت تسافر، القانون 49 حارمك من تملك شهادتك. انا ممنوع اذا عملت بطريقتي الخاصة بدي ادرس كمل دراستي برا، ما فيني اخذ شهادتي ولا اخذ اي وثيقة بعد مضي 5 سنوات. هذا كان تقييد لحرية المهندس بسوريا، انه 5 سنوات انت ممنوع تشتغل اي شيء، حتى خروجك بسفر بدك موافقة الوزير المختص. يعني بالـ90 طلعت مثلا على فرنسا مجموعة وزارات، وتعرضت بالمطار توقيف، يسألوني مثلا كلمة، انت منع مغادرة بلاد، يعني الكلمة خطيرة، ليش منع القانون 49؟ ريحتني، القانون 49 سهل، بس منع مغادرة بكلمة خطيرة، يعني انت كي. فأبرزت له موافقة الوزير المختص وليش رايح وكذا. فهي يعني كان تقييد. بالإضافة قلت لك الجانب الإيجابي هو أنه عم تعلم المهندس بمهنته 5 سنوات ليصير مؤهل يشتغل بحرية أو بطريقة صح. حتى في بعض الهندسات محرومة من طلع برا، يعني مهندسين يعني بدل ما يكون إنسان متطور وطالع لمجتمع غربي أو يتطور بالدول الأخرى، لا هو محروم. هندسة الطاقة الذرية، هندسة البترول، ممنوع سوري يطلع برات البلد، لانه اي دوله بتستفيد منه، هو حيكون راتبه محدود، فلما بيطلع الطاقه الذريه ما اي دوله بتستقبله. فكما هي ثروه وطنيه اوكي، بس ما كان مقدره بالجهود تقابل المبلغ المالي اللي كان ياخذه المهندس. فلما بيطلع مهندس لبرا لبعثه، فجزء كثير من المهندسين ما كان يرجعوا. لو في حريه كل الناس او معادله للخبره والشهاده مقابل الاجر اللي بتاخذه، ما حدا بفكر يطلع برات بلده. بالعكس كلياتنا متمنين نرجع لبلدنا ونشتغل فيها ونبنيها. يعني ما في حريه، يعني ابن حمص ما بيقدر يشتغل بالشام. هلا شوفي بالاتحاد الاوروبي مهندس في فرنسا بيشتغل ببريطانيا، وين ما بده يشتغل طالما في اتحاد اوروبي. انا قبل ريف دمشق ما بحل اشتغل الا ضمن ريف دمشق. طبعا بالعمل تبعي كان في ضغوط كتير اجباري لكتير تنفيذ مشاريع لكتير مصالح خاصه، فكان رغم انه من اجمل الاعمال هو الاداره المحليه، من اجمل الاعمال انك الشخص يقدم او يتعاون مجتمعيا مع اهله ليقدم خدمه للبلد المجتمعي. بتجي احيانا لو القرار جماعي بيطلع قرار سياسي هو الاقوى. هذا ما بصير تقريبا عليه. وحدث عندنا في مدينه داريه شغله مهمه جدا، عندنا محور مهم جدا، اهم محور من دمشق الى الخليج، دول يعني النافذه الرئيسية من دمشق إلى دول الخليج كلها هو طريق درعا الجديد. هذا أسرة درعا، هو يمر من داريا، فتدخل رأس الهرم التنفيذي اللي هو رئيس حكومة سورية كان ذاك يمكن ناجي عطري، وبدون يعملوا مدينة أبراج على محور الموضوع. فنحن ما وافقنا، نحن أصحاب القرار، المجلس المحلي من يصنع القرار هو أهل الأرض، ما وافقنا. فجأة القرار من فوق بدأ تصير مدينة أبراج، ولا يملك أحد من هالأبراج أهل دارية. فأنت بنت البلد الفلاني ما فيك تعملي. بيجي المستثمر الضخم وصارت مدينة أبراج، وما حنذكر أسماء اللي فيها، أسماء معروفة، جزء من تابع للنظام وجزء تابع لمستثمرين عرب. فهي الضغوط اللي كانت مثلا تتدخل في الحكم المحلي. طبعا دائما في كفة سياسية بتسيطر، ليش ما نفتح النافذة، نفتح شوي ليشتغلوا تنفس. طب انت بالعكس غلطان، حط القيود علي نفس القيود لما تحط على اي شركه اجنبيه، خذ مني، خلي خبراتي تهرب برا. انا لو مهيئ لي كطبيب او كمشفى اعمل، ما بطلع بعملها بالاردن، بعملها هلا في سوريين عم يعملوا كل شركاتهم برا لعدم اريحيه القانون. طبعا قد يكون
جزء له علاقة بالنظام فيه، قد يكون أشخاص الوزارات والوزراء. يعني لما المشكلة الكبيرة بصراحة بأصحاب الخبرة، يعني بتلاقي الواحد خريج ألمانيا ولا خريج كذا، بس أنا من لي مديره اتحاد الفلاحين ضل 20 سنة يا جماعة برئيسه واحد أمي، عنده 1700 مكتب هندسي، مصطفى العايد شخصية سياسية سابقا من دير الزور، هو رئيس اتحاد الفلاحين اللي عنده موظفين. كيف يتطور النظام الزراعي إذا كان الرئيس أمي ابتدائي معه؟ رئيس اتحاد العمال المعني بكل شركات السورية لا يملك غير بكالوريا، فبدك تجيب مخ اقتصادي يعني لحتى يدير العمل، لحتى هو يطور ويجاري. سوريا مليانة خبرات، بس بدها ترخيص رسمي، بدها شرعية، وبدها حرية فتح. انه فتح هلا بالسنوات الأخيرة صار انفتاح نوعا ما، بس بقيود، يعني ما ضل في دائما قيد.